أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدي الأكارم، أنتم معنا في برنامج يورو 2024. وصلنا الآن إلى المباراة الثانية، ألمانيا تغتال حلم الدنمارك في ربع ساعة فقط، هدفين مقابل صفر للمنتخب الألماني، بعدما كان المنتخب الدنماركي قريبا إلى التسجيل في وقت ما من هذه المباراة التي شهدت توقفا دام 20 دقيقة في الشوط الأول بسبب العواصف الرعدية وصواعق البرق التي أخافت المناصرين والمنظمين، وأدت بحكم المباراة إلى توقيفها لمدة 20 دقيقة تحفظيا. أعطينا الصور والفيديوهات من فضلك، ماذا حدث يميدو في الشوط الأول؟ عاصفة رعدية، الأحوال الجوية عاصفة رعدية، ولا شوف البرق والأمطار قوية. نعم، اللي دفع الحاكم ميكايل أوليفر لتوقف إيقاف المباراة، لكن تقريبا هاد صور ريبيتيتيف لأنها صارت أيضا في ملعب شالك على ما أعتقد في مباراة في الدور الأول، تم اللجوء أيضا اللي في خطوة باش نحاول ما لما تشوف بلد مثل ألمانيا يستعمل هذه التقنية. شوف هذا الأنصار هذوما، أي تقنية الدنماركي أي تقنية استعملها؟ ما زال تقنية بدائية تحقها تقنية الفروطوة. هنا نعود النقطة فقط، ألمانيا انتقدت مطولا تنظيم قطر لكأس العالم، لكن في قطر تقريبا صحيح أنه قطر المناخ مختلف عن أوروبا، لكن ما شفناش مثل هذه الكوارث التي حدثت اليوم ولا التي حدثت في ملعب شارك ولا خلال تنظيم خلال أيام البطولة. تقريبا أبرزها كان سرقة العتاد الخاص بفريق تحليل منتخب سويسرا، سرقوا لهم ثلاثة ميكرو، سرقوا لهم الفريق تحليل السويسري، الشيء اللي دفع بسويسريين إلى أمين. تلعبت في ألمانيا، الكوارث التنظيمية هذه لماذا؟ الألمان معروفون بالصرامة، معروفون بالدقة، معروفون بالوقوف على كل صغيرة وكبيرة، خاصة أنهم قدماء في التنظيم وليسوا حديثي عهد بمثل هذه المنافسات الكبرى. حقيقة محمد تعتبر سابقة، أول مرة منذ سواء كانت المباريات في الدوري الألماني أو المباريات الأوروبية، مثلا لما كنت في ألمانيا ولا مرة شاهدت ملعب في ألمانيا حدث نفس الشيء، حتى في عز الشتاء محمد ديسمبر جانفي لم يكن أشياء مماثلة، تعتبر أول مرة، وهنا نقطة استفهام كبيرة. حتى مدرب المنتخب البلجيكي تيديسكو وجه انتقادات لاذعة على التنظيم أرضية ملعب في فرانكفورت أيضا، لا حتى قال لهم الظروف التي وصلنا فيها إلى الملعب لم أرها أبدا في آخر مباراة، لم أرها أبدا من قبل، لقد نقلنا من الفندق إلى ملعب المباراة بمرافقة الشرطة في ساعة كاملة، ورغم أن الطريق كان خاليا تماما أبطأوا سرعتهم إلى 20 أو 25 كيلومتر في الساعة، لقد توقفنا عند كل إشارة حمراء قابلناها، فوصلنا متأخرين بالتأكيد عن الموعد الذي كان من المفترض أن نصل فيه قبل انطلاق المباراة. قال تحدثت مع اللاعبين لمدة دقيقتين بسبب ضيق الوقت، يعني ما عطاوليش حتى الوقت باش نتحدث مع اللاعبين تاعي مطولا ونجهزهم نفسيا للمباراة. انتقادات لاذعة من كل حدب وصوب بشأن التنظيم، وكأنها ماشي كأنها هذه عدالة إلهية تصيب المنتخب الألماني بعد عامين تقريبا فقط من الانتقادات اللاذعة التي كالها الألمان سواء كشعب أو كصحافة أو كلاعبين، ولقطة العار أمين ولقطة العار، نعم، بوضع الأيدي على الأفواه تشجيعا أو للتعبير عن غضب الألمان من قرار القطريين بمنع بعض المظاهر المخلة للحياء في ألمانيا مثل تناول الخمور ومثل الشذوذ وما إلى ذلك. أمين، لو نعود إلى المباراة من تسلل إلى ركلة جزاء، الأمور مرت بسرعة، تقنية الفار تقف إلى جانب الألمان. نعم، لولا الفار المنتخب الألماني كان ما يخسرش المقابلة، ما في اللقطة هذه كان سجل هدف وألغي على طريقة الفار. تسلل بسنتيمترين سنتيمترين، أنا هذه هي كرة القدم اليوم بتقنية الفار، كل شيء يتغير في دقائق. نقول باللي كي نعود نقول المباراة، نقول باللي المنتخب الألماني يستحق هذا التأهل بأداء ونتيجة وتضيع عدة كرات وعدة فرص مع نهاية اللقاء. اليوم أول مرة منذ 8 سنوات المنتخب الألماني يتأهل إلى الربع النهائي بعد الإخفاقات الكبيرة من قبل من 2018
منذ الى 2024. اليوم ادى مقابله كبيره من ناحيه الفرص، من ناحيه الضغط العالي في اللقاء. شفنا مقابله جميله، الفريق المنتخب الدنماركي وقف الند للند للمنتخب الالماني، لولا الحظ انا نظن باللي كان يقدر يروح الى وقت الاضافي. وهذه هي كره قدم، عندما انا نقول باللي تضيع فرص، باسكو تضيع فرص سامحه للتهديف. نعم. المنتخب الالماني كانت عنده لقطه او لقطتين في الشوط الاول، في الشوط الثاني كان دخول قوي للمنتخب الالماني، عرف كيفاش يسير المقابله. نعم. لهذا رغم كل شيء امين، مباراه كبيره لكاسبر شمايكل حارس منتخب الدنمارك الذي قام بسبع تصديات، انقذ الفريق من نتيجه ثقيله ناجحه، ولكن هذه السبع تصديات الكاملة لم تنقذ منتخب الدنمارك من هزيمة. الألماني أيضا كان قوي مقابل، كانت عنده أبرز تصديات، كانت تصدي لرأسية كاي هافرتز اللي كان صدها بأعجوبة. شوف محمد، العامل النفسي كان حاسما في هذه المباراة. لماذا؟ مثل ما يقول أمين عودية، دائما كرة القدم سريعة في الاتجاهين. لقطة هدف المنتخب الدنماركي التي الذي منعه الحكم ألغاه الحكم، مباشرة بعدها صعود المنتخب الألماني تسجيل الهدف الأول، بعدها وكأن اللاعبين الألمان دمروا نفسيا، لم يظهروا ردة فعل وكأنهم قتلوا بذلك الهدف بعد إلغاء هدف المنتخب الدنماركي. مباشرة سيناريو هيتشكوكي، هدف من الجانب الألماني، بعدها توالت هجمات المنتخب الألماني. المدرب ناغلسمان كان ذكيا للغاية، عرف مكامن الخلل في دفاع المنتخب الدنماركي. لو لاحظت أمين كان فاق باللي كاين خلل بين المدافعين فاسترغاد واندرسون، وكان يركز كل الهجمات من تلك الناحيه، وكان يلعب كرات في العمق خصوصا الكرات العاليه وراء ظهر هذين المدافعين، هي كرات اللي كانت شكلت خطوره كبيره جدا على المنتخب في وسط الدفاع. نعم، في وسط الدفاع من الجهه اليمنى للمنتخب الدنماركي، وهذا في الاخير كلل بهدف موسيالا. موسيالا جاء من تلك الجهه بطريقه جيده بعد سيل عارم من الكرات الضائعه من المنتخب الالماني الذي كان قادرا اليوم على الفوز بنتيجه كبيره جدا. المنتخب الالماني الذي كان واقعيا ايضا لعب كرات بهجمات معاكسة، بعد ما سجل الهدف الأول وبعد ما سجل الهدف الثاني لم يتسرع كثيرا، كان ينتظر المنتخب. نعم. اسمح لي أمين، يجب أن نعلق على هذه الصورة. ميدو، قصة حزينة لهذا اللاعب في ظرف دقيقتين أو ثلاثة. سي سا الفوتبول كما يقول أمين، سا باغ فيت دون لي دو سونس، يعني 48 ثانية بين تسجيله لهدف تم إلغاؤه بسبب تسلل اللاعب الدنماركي اللي كان روض الكره بالصدر تقريبا بمليمترات، ربما سنتيمتر او اثنين. عندنا الصوره حمزه، تسلل بعدها مباشره يرتكب اندرسون مدافع نادي كريستال بالاس الانجليزي، مدافع المنتخب الدنماركي. اسمح لي ميدو، تسلل، حرام ترفض هذا الهدف. شوف سنتيمترين فقط محمد، انا يبدو انه الهدف المسجل والملغي في نفس الوقت هو اللي اثر على تركيز لاعبين الدنمارك. كيف لا، لو لم يسجل الهدف المدافع ابدا يقوم بتلك اللقطه، لانه تحسوا انه نقص في التركيز، وخاصه لما ارى ما قام به هجوم المنتخب الالماني. كيف محمد كره من عند الحارس انت تلقى وجه لوجه موسيالا، هذا اللي يقبلها العقل في مستوى ممثل محمد. لكن كانت انتفاضه من الالمان لما شعروا بالخطر. الانتفاضه يعني كان يمكن للدنمارك ان تتقدم. ليس لما شعروا بالخطر محمد. محمد يعيطوا له مصعد المشاعر والاحاسيس، لاسونسور ايموشنال، هذه تجيك لما تسجل هدف. لو يكون الاحاسيس تاعك والمشاعر تفوت عن نطاقها، هذا يفقدك التركيز. وعندنا الامثله كثيره محمد، سواء كان من جهه تسجل الاهداف او تاخذ اهداف مثل الهدف الثاني محمد. المنتخب الدنماركي لاعبوه فاقد التركيز، كيف لو لقينا شوارع في عمق الملعب، وكان المنتخب الدنماركي خلاص فقد الأمل في أن يعود في المباراة. نعم، قلنا أنه شوف المباراة من الجانب الألماني لعبت تقريبا في الشوط الثاني، بعد ربع ساعة وعشر دقائق من الشوط الثاني لعبت المباراة وحسمت المباراة تماما. هذا لا ينفي أنه في الشوط الأول وحتى في بداية الشوط الثاني المنتخب الدنماركي كان يلعب كرة وعنده العديد من المحاولات، ولكن في المقابل
فعالية المنتخب الألماني، وقلنا سيناريو الهيتشكوكي لإلغاء هدف ثم تلقي هدف بسرعة كبيرة جدا للمنتخب الدنماركي أثر كثيرا على نفسية اللاعبين الذين لم يستطيعوا العودة، لم يستطيعوا تحقيق تلك الوثبة البسيكولوجية بعد هذا الهدف. وقلنا أنه ناغلسمان استغل الفراغ أو الخلل الموجود بين المدافعين فاسترغاردو المدافع الآخر أندرسون نعم أندرسون كان كل تقريبا كل هجمات المنتخب الألماني كانت مركزة على الجهة اليمنى من دفاع المنتخب الدنماركي، والاعتماد على كرات في العمق سواء في الأرض أو في ظهر المدافعين كرات عالية، وهذا ما كلل بالهدف الثاني الذي سجله موسيالا، وكاد أن يكلل بأهداف أخرى بنفس الطريقة لولا رعونة لاعبي المنتخب الألماني.